صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 16 يناير 2020 و21 من جماد الاول 1441. طبعا اولادنا وحبايبنا اللي عندهم امتحانات دلوقتي ربنا معاهم يا رب، واللي خلصوا امتحانات ونجحوا ربنا يوفقهم والف مبروك. النهارده مشاهدينا يوم الخميس بنحب نجيب فقره خفيفه بنتكلم فيها عن الحياه بتاعتنا والحياه النفسيه والضغوط النفسيه والتوتر اللي معظمنا بيبقى متوتر وقلقان من مشاكل كتيره جدا، مشاكل في الشغل، مشاكل في العلاقات الاسريه، في حاجات كتيره جدا مع اصحابنا برضو بيبقى فيها مشاكل، لدرجه ان احنا بقينا نضغط على نفسنا واحنا ما بنبقاش عارفين مثلا ان ده توتر ولا ده قلق ولا ممكن يكون ايه بالظبط. للاسف نمط حياه كلها عايز يتغير، لان احنا بنحاول ندخل في حياتنا مشاكل كتيره جدا. تعالوا نعرف النهارده مع بعض ايه هو الضغط النفسي والتوتر اللي دايما بيجي لنا، مع ضيفتنا العزيزه النهارده نهال سليمان مدربه التنميه البشريه. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راح يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم وصباح الصحة والجمال، وبنتكلم النهاردة عن الضغوط النفسية والتوتر والقلق. يا ترى بيجي لنا من ايه؟ طيب ايه هو العلاج والاسباب؟ وهل هو بيأثر على جسمنا كمان مش بس الحالة النفسية، لا كمان الحالة جسمنا يعني، وبيحس بصداع بمغص؟ تعالوا نعرف حاجات كتيرة النهاردة عن الضغط النفسي والتوتر مع مدربة التنمية البشرية اللي مشرفانا النهاردة نهال سليمان. صباح الخير يا نهال واهلا بيك يا روح. عاملة ايه؟ الحمد لله. يعني هل هو موضوع، بصي بحس ان هو مش قادرين نمسكه، يعني ناس كتيرة جدا فعلا تقول لك ان انا بقوم من النوم بحس ان انا فعلا ايه متضايقة، عندي توتر، بحس ان انا مضغوطة من حاجات كتير، من الشغل ومن مشاكل ومن هنا ومن هنا، وبعدين بنبقاش عارفين نعمل ايه. في الاول بقى نعرف مشاهدينا ايه هو الضغط النفسي والتوتر، وهل في فرق بينهم؟ تمام. طبعا في فرق بينهم. الضغط النفسي اللي هو بيسموه بالانجليزي ستريس، هو بيكون يعني مختلف جدا عن التوتر او الانكزايتي او القلق. يعني التوتر مرتبط بالقلق، وده حاجه وده حاجه. طبعا هما يعني في حاجات بينهم مشتركه، بس الفكره انه يعني القلق ده بقى بيبتدي يبقى عندي عاده معينه في التفكير، وبيربطها او بيمشي معاها عاده برضو في الشعور، لانه في عندنا دايره اللي هي دايره التفكير الشعور السلوك. دي دايره دايما هي اللي يعني ايه اي سلوك بنعمله بيبقى جاي من فكره، بعدين الفكره ينتج عنها شعور وبعدين سلوك، فببتدي ان انا افكاري دايما تبقى مرتبطه بالخوف، فيبتدي يبقى عندي توتر. التوتر والقلق دول حاجه مشتقه او لها علاقه كبيره جدا بالخوف. اما الضغط النفسي ده او الستريس ده بيبقى ان انا مثلا مش منظم وقتي كويس، مش نايم كويس، مش لاعب رياضه، مش عامل لنفسي منافذ او حاجات انا اطلع منها الضغوط او المجهود سواء ذهني او بدني ما بخرجوش. تمام.
وابتدي ان انا ادي نفسي بريك او ادي نفسي راحه، ببقى بجري 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 بجري، تمام؟ ده بيولد عندي حاله من ان انا مش عارف اقف، عمال اتعب ومش عارف، يعني دخلت في دايره بتبقى هي مسيطره عليا، الحاجات مسيطره عليا مش انا اللي مسيطر عليها. بس ان هي الاوقات كده برضو احنا انا مثلا مني واحده اقعد افكر في الشغل واحس ان انا ايه قلقانه ومتوتره، القلق ده بيجي ممكن يكون من حاجه انا ما اعرفش ايه هي، يعني انا من حاجه غير معلومه، حاجه غير تمام معلومه او معروفه، يعني مش عارفه. طب ليه بعمل القلق ده كله بقى؟ بصي انا هقول لك حاجه يعني هتوضح لنا الموضوع شويه. الخوف اللي هو زي ما قلنا القلق ده مرتبط بالخوف او على نفس الخط بتاع الخوف. الخوف بيبقى ايه؟ الخوف هو توقع الالم. اوكي، توقع الالم، الالم ما حصلش، يعني هو انا بس متوقعاه، انا خايفه اعمل دي لحسن اتوجع، فاهماني؟ في الاخر في الاخر هو الالم اللي في اخر الحكايه، يعني اللي هو انت خايفه منه فبتبتدي تفكري فاكره ظنا باطلا من نفسك انك لما هتفكري في الحاجه اللي انت تبتدي تقلقي ايه ده، طب ما لو حصل كذا هيبقى ايه، طب ايه ده، انت ظنا منك انك كده هتحمي نفسك من الالم ده. تمام، فبيزيد الخوف، بتعملي حاجه عكس اللي انت اصلا عايزه توصلي لها. يعني كتر التفكير هو اللي بيوصل للضغط النفسي ده، يعني الواحد التوتر التوتر. طب نعمل ايه نهال؟ يعني انا في البدايه مثلا عايزه ان انا اصحى الصبح ابقى مبسوطه، مش عايزه افضل افكر مثلا في اللي فات، ما هو ممكن يكون الضغط اللي انا فيه ده عمال افكر في حاجات مش من الماضي وبرميها على المستقبل ومش عارفه المستقبل. تمام. فهي فعلا دايره زي ما انت بتقولي فعلا. طيب بصي يا شيرين، هي كذا حاجه. اول حاجه بصي، يعني هي ممكن انت مثلا اول ما تسمعيها تحسي ان هي بسيطه قوي، تمام؟ لكن هي انا من اللي انا شفته خبرتي يعني في الموضوع وشغلي مع الناس ومع نفسي، انك تبقى هنا ودلوقتي دايما. يعني ايش اللحظه اللي انت فيها دلوقتي؟ بيسموها present moment، تمام؟ بالانجليزي present يعني ايه؟ يعني هديه، يعني انت هنا عندك هديه هنا ودلوقتي الان، اللحظه الحاضره دي مهمه قوي ان انا ابقى فيها، بس دي بتيجي بالتدريب. لان مخي ده انا لازم اعمل عليه كنترول، ما ينفعش اسيبه هو يجري، لازم دايما اجيبه هنا اجيبه هنا اجيبه هنا. تدريبات كتير، تدريبات على كذا مستوى. احنا دلوقتي مكونين من ثلاث حاجات، جسد وعقل وروح. الثلاثه دول لازم متعلقين جدا، متعلقين منظومة جدا ببعض. يعني لو اي حاجه بس حصل فيها خلل بتحسي. ما هنا بقى عايزه اتكلم برضو في نقطه مهمه جدا، طبعا الضغط النفسي اللي احنا فيه واوقات برضو التوتر، هل بيأثر على جسمنا؟ طبعا. على الجسد. انت جبتي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت الثلاث حاجات. انا عايزه اسالك حاجه يا شيرين، انهي واحده من الثلاثه دول هي اللي فيها امان او فيها استقرار او عدم تغيير؟ الروح ولا الجسد ولا العقل؟ انا بحس الروح. طب. تمام، برافو عليكي. فالروح دي زي عارفه الهلب او الحاجه اللي هي المركب بترميها عشان تثبت، فاهماني؟ اللي بيسموه انكر. ده مهم جدا، لان احنا دي الحاجه اللي احنا اتخلقنا بيها وهنموت بيها. يعني هي لا تموت، الروح دي ما بتموتش. فالروح دايما لازم نستغلها او نستخدمها كحاجه تفضل مخلينا ماسكين نفسنا هنا في الهنا ودلوقتي. تمام. عشان كده مثلا دلوقتي اشتهر جدا موضوع التامل او المديتيشن. ليه؟ لان هي بتعلمك وبتدربك انك تبقي هنا، تقعدي كده مع نفسك ريلاكس شويه، بالزبط. تفكري في حاجاتك، تراجعي تفكيرك في السلبيات والايجابيات. في المديتيشن او في التامل انت بتحاولي ان انت ترجعي هنا ودلوقتي عن طريق نفسك، ان انت بتراقبي النفس بتاعك، بتراقبي حاجه موجوده هنا، مش قدام ولا في المستقبل، يعني ولا في المستقبل ولا في الماضي. تمام. وبتبداي تدربي نفسك كل يوم مثلا مده صغيره وتكتريها، يعني ممكن 5 دقائق ممكن 10 دقائق. دلوقتي على اليوتيوب في مليون الف نوع من المديتيشن، ابداي بال5 دقائق بيساعد على. طب نعرف مشاهدينا برضو يعني هل بيساعد على ايه برضو؟ يعني انا قلت ريلاكس وهدوء وكل حاجه، بس ده لو عملناه بطريقه حلوه وكويسه ومنتظمه، هل فعلا هيقلل شويه من الضغط؟ اكيد هيقلل من الضغط. دي حاجه.
الحاجه الثانيه اللي انت قلتي عليها برضو اللي هي الجسم، انا عايزه احمي نفسي او اعمل حاجه وقائيه بحيث ان الضغط والتوتر ما ياثرش عليا جسديا، فاعمل ايه؟ العب رياضه، ايا كانت الرياضه، حركه. جسمي مخلوق عشان يتحرك مش مخلوق عشان يثبت. يعني انت اصلا لازم تعمل مجهود عشان تثبت جسمك ده وتقعد بيه كده، صح؟ دايما هيبقى في عندك حركات بتحصل من جواك، تمام. يبقى انت لازم تتحرك برضو، نظام ان انت كل يوم تتحرك مدة معينة. الرياضة شيء مهم جدا، بتفيدنا في حاجات كتيرة طبعا، بتعمل ريليس او بتخرج الضغط من عندنا، بتخرجه وبتفرز هرمونات اللي هي الاندورفينز او هرمون اللي بيقولوا عليه هرمون السعادة، اللي هو بيديك احساس بانك مبسوطة وانك مرتاحة وانك فايقة، بيفوق الضغط اللي عندك. في كمان دراسه ان هل عملوها غريبه قوي يعني يقول لك انت لما تضحكي جسمك مش عارف ان انت بتضحكي ضحكه مزيفه ولا ضحكه من قلبك طبعا، بس في تمارين انك تضحكي كل شويه عشان تدي رياكشن لجسمك ان انت سعيده ومبسوطه في وبتضحكي عليه. انا بقول بقى الواحد يضحك فعلا ويفضل يضحك على اساس يدي جسمه كده حاجه جميله وراحه. خصوصا دلوقتي تحسي بهمدان، تحسي ان انت جسمك وعظمك كمان مش قادر يتحرك من كتر الضغط والتفكير اللي الواحد بيبقى فيه. بالظبط كده، انت جبتي الصح. يعني احنا كتير قوي بنفتكر ان جسمنا تعبان عشان هو دي حاجه عضويه، او انا مرهق عشان، لا، انت اول لو قلت لك حاجه وانت في الحاله انت مرهق كده، قلت لك حاجه هتحمسك، هتخليك نفس يعني عندك شغف ليها او حماس ليها او فضول، هتبتدي تصحصح. يعني انت نفسك هتلاحظ نفسك كده، هدف قدامك، تتفرج على فيلم لذيذ هيضحكك هتلاقي نفسك فقت. طب امال احنا ما عملناش حاجه في جسمك؟ جسمك هو هو، عقلك لما الحاله العقليه او الذهنيه بتاعتك اتغيرت اوتوماتيك على طول غيرت حالتك ايه الجسمانيه او البدنيه. طيب فده بيخليك تعرف الصله اللي بينهم. طب عشان نعرف برضو مشاهدينا يعني احس بايه، ايه الاعراض اللي ممكن تبان عليا علشان اقول على طول فعلا لا ده انا اعمل ستوب كده واقفه مع نفسي واشوف انا عندي ضغط نفسي ولا توتر من ايه ولا ايه الاعراض اللي بتبان علينا من الضغط النفسي والتوتر؟ هقول لك، انا طبعا بفضل دايما اقول، يعني دايما اقول ايه، الوقايه خير من العلاج. ما توصلش، ما تسيبش نفسك توصل لحد ما جسمك يعاني من حاجه، بس برضو ما فيش مشكله حتى لو ده حصل، تعالى هنا ودلوقتي. عارفه الهنا ودلوقتي دي مهمه جدا، يعني انا هنا ودلوقتي نظريه عندي عرض معين، عندي فكره التوتر ممكن يحصل مثلا، يبقى فيه، واكيد دكاتره الامراض الجلديه هيقولوا لنا الكلام ده، الاكزيما، مش عارفه الارتكاريا. يعني انا كانت لسه عندي كلاينت بتقول لي ان هي بيجي لها ارتكاريا من حاله معينه او قصه معينه حصلت في حياتها، لما بتفتكرها او بيجي حاجه تفكرها بده او تعمل لها تحفيز في دماغها تيجي يحصل لها العرض ده. ما هي دي المشكله، ما فبيبقى في ارتباط. يعني هي الارتباط فظيع، عشان كده مش عايزين نوصل نفسنا للدرجه ان جسمنا نبدا نحس بقى باعراض غريبه في الجلد وفي صداع ونظر ومعدتنا، كل الجسم بيتضر من النقطه دي. كمان هو الجسم عنده قدره، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا نقدر دايما نرجع، يعني يقدر يسترد صحته. ها، فلو حصل ان انت عندك عرض ما تقلقش، ما تتخضش، دايما ما تتخضش، اعرف ان في حل، روح للحل. يعني ايه اللي يخليك تخرج من دايرة القلق ودايرة الضغط ده؟ ايه الحل دلوقتي؟ دلوقتي وهنا برضو. فانت دلوقتي عندك حاجة مثلا، عرض في جسمك، طب جسمك بيحاول يقولك حاجة، دي اول حاجة. بيديك كده انذار، بيديك انذار. تمام، طيب هتبتدي ان انت مثلا تروح للدكتور تعالج الحاجة دي، بس كمان هتبتدي تاخد انذار ان انت طب تعالى راجع بقى نفسي، انا بعمل ايه، انا ايه روتيني، ايه البرنامج اللي انا ماشي عليه. يعني لازم نمط تمشي حياة، على لازم يكون في تغيير في حياتنا طبعا. نشوف اللي احنا بنعمل ايه في اليوم بتاعنا، النوم بتاعنا كويس، الاكل، التغذيه شيء مهم جدا جدا برضو بيتعلق بالموضوع. طيب لو انا حسيت ان انا اكلي بقى مضطرب، في اضطراب، يعني ما باكلش قوي كده، دي برضو من الاعراض الضغط النفسي؟ طبعا، لانه هياثر على شهيتك او على اسلوب الاكل. في الاكل اللي هو بيسموه ايموشنال ايتنج او الاكل المعنوي، ان انت عندك
احاسيس وحاجات جواك فعايز تكتمها فبتاكل. آه. فاهماني؟ او ان زي اللي بياكلوا شوكليت كتير مثلا. بالظبط. فزي ما قلنا هي المنظومه دي لازم ناخد بالنا منها، اللي هي العقل والجسد والروح. قلنا على التامل او المديتيشن، الحاجات اللي هي بتخلينا نريلاكس ونبقى هنا ودلوقتي. عندنا برضو حاجات زي الرياضه دي مهمه جدا من ناحيه الجسد. طبعا الجسد ليه علاقه بالنوم والرياضه والطبيعه، هو محتاج دايما يعني يبقى في حته طبيعيه، يعني ما يبقاش دايما في حته مقفوله حته صناعيه. يعني حتى دلوقتي في المولات ابتدوا يعملوا ازاز كتير قوي، ليه؟ لانه لقوا ان الناس لما بتبقى جوه المول وما فيش نور بتاع طبيعي داخل لها مش هتقعد كتير وهتتوتر وهتمشي، لان انا محتاجه النور ده. حتى في الشوبينج بيعملوا تخطيط بالظبط كده ان انت تبقى مرتاح نفسيا في المكان. بالظبط. فلازم ضوء ربنا ونور ربنا ده يبقى عندك، ما ينفعش تقعد طول اليوم في المكتب ما تشوفش النور ربنا وتنزل تروح البيت تقعد برده في حته مقفوله على طول على طول. لو انت ضغطك ضغط شغلك كده اعمل حسابك انك في الويك اند مثلا حتى لو يوم اوكي لازم تخرج بره وتشم هوا زي ما بيقولوا ايا كان، تقعد في الطبيعه تلعب رياضه. اوعى تفتكر ان ده تضيع وقت، تهتم بنفسك شويه. اوعى تفتكر ان ده تضيع وقت، لانك محتاج تشحن المكنه دي والمنظومه دي عشان تقدر تديك. لكن لما انت تحرمها من الحاجات اللي هي محتاجاها هتبتدي تحس بعدم الامان. طب نهال هنا بقى ممكن نقول لو انا اهملت الموضوع، انا ورايا شغل كتير، انا ما فيش وقت حتى اخد بالي من نفسي او اقعد شويه مع نفسي او اخرج في الطبيعه زي ما انت بتقولي، طب المضاعفات، طب اللي بيسيب بقى الموضوع يزيد عنده اكتر، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيقدرش يسيطر على نفسه من الضغوط دي كلها؟ لا طبعا مضاعفات كتير جدا، وحاجات في حاجات يعني جسدية خطيرة ونفسية خطيرة طبعا. يعني دلوقتي في برضو أبحاث كتير جدا بتقول إن حتى مرض السرطان ده من، يعني أنا كنت لسه بقرأ كتاب بتاع واحدة اسمها لويز هي، معروفة جدا في المجال الصحة النفسية وكده، بتقول إن هي نفسها تعرضت لده، إن هي جالها سرطان واكتشفت إن هي عندها ضغائن أو غضب قديم من حاجات حصلت لها من مواقف كتير مثلا او كده، خلت جسمها يكون ده لانه غضبان شايل حاجه مضايقاه، فبيتحول ده الى حاجه جسديه. فمهم جدا جدا في اي مشكله كمان ان هي اي مكان في الجسم على حسب طبعاً بتختلف طبعاً من شخص لاخر، شده الزعل اللي هو فيه او حد عزيز عليه راح او موقف حصل له صعب جدا عليه، الفقد ده حاجه كبيره جدا بتختلف من شخص لاخر طبعا. الضغوط النفسيه بتقولي انت ان مثلا الفقد او الحاجه حد حاجه، انا بنصح الناس كلها بجد انها تتعالج من اي حاجه من ده، لانه احنا معرضين لده طول الوقت. وما ينفعش ان انا استكبر او يعني احس انه لا انا مش محتاج ان انا اتعالج، انا كويس، انا مفروض ابقى كويس لوحدي. دي كلها افكار داعمه لان احنا هنا بقى عشان نعرف مشاهدينا ان احنا مش عايزين نوصل لدرجه ان هي تاثر على جسمنا وعلى الصحه الجسديه. بالزبط. طبعا بالزبط. طيب نهال، اعالج الحاجات اول باول، اعالج التوتر بتاعي. لو لاحظت في نفسي ده ابقى امين مع نفسي، ابتدي ادور على حد يساعدني ايا كان، فاهمه؟ ايا كان حد، بس يكون حد طبعا بيفهم في الموضوع وعارف ايه اللي يعمله. اروح اخد اتدرب في الجيم او في النادي، مش قادر اروح لوحدي او ابقى منتظم الاقي حد يساعدني في ده، مش عيب، فاهماني؟ وده استثمار في نفسك. اوعى تفتكر ان انت بتدفع فلوس او بتحط في حاجه ما هياش مثلا عشان مش متعلقه بشغلك يبقى خلاص، لا دي حاجه هتخليك تقدر تكمل وتوصل للاهداف اللي انت عايزها. طب ليه نهال بقى احنا على طول لا عايشين في مشاكل؟ يعني اصحى من النوم افضل افكر في المشكله وافضل اوتر نفسي وافضل قلقانه، ومشكله كمان ايه مش لاقي حل، مش عارفه احل. ليه بنفضل على طول شغلين بالنا؟ ما خلاص يعني اولا ما افكرش في اللي فات، مشكله حصلت ما افكرش في اللي فات. طب واللي جاي ليه بقى بفضل شايله هم اللي جاي كمان؟ ليه عمال اقفل على نفسي وضغط ضغط؟ اقول لك على حاجه، لو الواحد لقى ان هو مش قادر يعني ينظم الحاجه زي ما انت بتقولي او يحلها او كده، ممكن ده يبقى متعلق بمعتقدات عنده
اوكي بتدعم هذا النوع من كتير. من التفكير. هي مش شخصيات، هي بتبقى عادات، اوكي عادات في السلوك محتاجه تتغير، بس عشان اغيرها لازم ارجع للمعتقد اللي جوه اللي بيدعم ده يعني. وبعرف ده منين؟ من الكلام اللي انا بكرره مع نفسي كتير. يعني انا اخد بالي مع نفسي في حاجه انا بكررها دايما هي اللي بتسبب لي توتر، او هي زي ما تقولي ايه اسطوانه شغاله كده. الاسطوانه دي مهمه قوي، اخدها وافكها، افك شفرتها، اعرف انا بقول كده ليه لنفسي، انا ليه بوتر نفسي. ما انت اهم واحد بتتكلم مع نفسك جوه دماغك، انت اكتر مؤثر في حياتك هو انت. تمام. فبالتالي لو انت عندك الدايره دي او الحاله دي، لا لازم تعرف ليه، لازم ترجع للاسباب اللي جواك اللي بتأدي لده. وبعدين بقى بنبتدي نبقى عندنا عاده، احنا عايشين في الجو ده ومتعودين عليه. هي المشكله اللي احنا مشكلة. تعودنا على شيء ما ينفعش نغيره، هو فعلا لازم تغيير في نمط الحياه كلها علشان نقدر نفهم بعض. كمان تحس الانسان لما يبقى عنده ضغوط نفسيه او متوتر بتلاقي علاقته مع اصحابه، علاقته مع الاسره، علاقته في الشغل، ما بيقدرش يستحمل كلام حد. طب نهال، نصايح بقى كده لمشاهدينا، يعني ازاي ان احنا على الاقل نقلل شويه من الضغوط النفسيه اللي احنا على طول مستمرين فيها دي، والتوتر اللي بيجي من اشياء كمان احنا نعلم الله اعلم ممكن تحصل قوي. بالظبط. بصي يا ستي، زي ما قلنا في المنظومه اللي هي الثلاثه اللي هم الجسد والروح والعقل. منظومه جميله، انا بحب اعمل مثلث، انا هحطهم بقى في المثلث بتاعي. ايوه والله بحب عظيم. اركان الاركان صح. كلها تكون متساويه صح. ولازم ابتدي بقى منين وانزل. كان عندنا في الجامعه الهرم المدرج، لازم تبداي من الاتقل الاول وتنزلي هتلاقي نفسك وصلتي. بالظبط كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اكون رحيم مع نفسي. يعني اكون فاهمه بطبطب على نفسي، لان انا اول واحد يعني لازم اعمل ده، لان ما عملتوش لنفسي. طيب كده اعمله منين؟ اخاف على نفسي صح. وكمان فعلا عشان ابقى جميله وحلوه لازم الصحه تبقى احسن واحسن، وخصوصا كمان الصحه النفسيه اهم شيء. بشكرك جدا نهال سليمان خبيره التنميه البشريه، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا، شرفتينا. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده، واتكلمنا عن الضغوط النفسيه والتوتر وافضل طرق للعلاج. مشاهدينا اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة.